الأهداف: تتوقع من الطالب أن يقرأ النص قراءة جهرية سليمة معبرة، يتعرف معاني المفردات الجديدة في الدرس، يستنتج الأفكار الرئيسة التي يتضمنها النص، ينمو لديه حب الوطن والانتماء إليه. هيا بنا يا أبنائي لنشاهد هذه الصورة سوياً. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ فكر معي. أحسنتم يا أبنائي، إنها صورة علم. علم أي دولة؟ أريد منك إجابة. أحسنت، إنه علم الأردن. عدد معي، ما هي ألوان علم الأردن؟ أسود، أبيض، أخضر والأحمر. أحسنتم يا أبنائي. والآن أريد منكم يا أبنائي أن تشاهدوا معي هذه الصورة، وأريد منكم أن تذكروا الأشياء التي تشاهدونها في الصورة. أحسنتم يا أبنائي. ما درسنا اليوم يا ريم؟ درسنا اليوم بعنوان يوم الاستقلال. هيا بنا يا أبنائي لنستمع لقراءة الدرس. يوم الاستقلال. لبس جمال ملابس الكشافة وذهب إلى بيت صديقه حسام. رحب به حسام وقال: لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ قال جمال: نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. اليوم هو 25 من أيار، يوم الاستقلال. قال حسام: ماذا ستفعل بعد المدرسة؟ قال جمال: سأذهب مع أسرتي لمشاهدة الاحتفال السنوي الذي سيقام في وسط المدينة. قال حسام: هيا نحتفل بذكرى الاستقلال. ما عنوان درسنا لهذا اليوم؟ يوم الاستقلال. أحسنتم. ماذا لبس جمال؟ لبس جمال ملابس الكشافة. إلى أين ذهب جمال؟ ذهب جمال إلى بيت صديقه حسام. ماذا قال حسام لجمال؟ قال: لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ وبماذا أجاب جمال؟ قال جمال: نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. لماذا يريد جمال أن نزين ساحة المدرسة؟ لأن اليوم هو 25 من أيار، أي يوم الاستقلال. ماذا سيفعل جمال بعد المدرسة؟ قال جمال: سأذهب مع أسرتي لمشاهدة الاحتفال السنوي الذي سيقام في وسط المدينة. هيا بنا يا أبنائي لنتعرف على معاني المفردات الجديدة في الدرس. يوم الاستقلال. معنى كلمة الاستقلال: التحرر. لبس جمال ملابس الكشافة. ماذا لبس جمال؟ أحسنتم، لبس جمال ملابس الكشافة. لبس، هل هي اسم أم فعل؟ فعل. فعل ماضي أم مضارع؟
فعل ماضي، المضارع منها يلبس. وذهب إلى بيت صديقه حسام. كلمة ذهب تدل على فعل ماضي. أحسنتم، من يعطيني حرف جر؟ أحسنت، إلى بيتي، إلى حرف جر، بيتي اسم مجرور بالكسرة. أحسنتم. رحب به حسام، ماذا تعني كلمة رحب؟ ماذا قال له؟ أحسنتم، قال له أهلا وسهلا. وقال لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ لماذا تحمل أعلام الأردن يا جمال؟ هذا يسمى أسلوب استفهام. أسلوب ماذا؟ استفهام. أحسنتم. قال جمال، قال فعل ماضي. أحسنتم يا أبنائي. نريد